يقول أحسن الله إليكم شيخنا وحفظكم الله، هل تسقط الجمعة إذا صلينا العيد علما بأن وقت الجمعة عندنا هو عينه وقت صلاة الظهر بعد الزوال؟ يقول وليتكم ذكرتم التخريج الأصولي لهذا الموضوع، أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر في القواعد أنه متى ما اجتمع عبادتان من جنس واحد وفي وقت واحد تداخلتا، ومن المعلوم أنه متى ما اجتمع يوم العيد والجمعة فإنه يجتمع عيدان، فالجمعة عيد الأسبوع، وعيد الفطر أو الأضحى هو عيد سنوي، فهذه عيد وهذا عيد، فقد اجتمع عيدان في يوم واحد فيتداخلان، بمعنى أن الإنسان إذا صلى صلاة العيد صباحا فإنه تسقط عنه وجوب الجمعة، فإن شاء أن يشهدها مع الإمام شهدها، وإن شاء أن يصليها ظهرا فليصليها أربعا في بيته، في بيته يصليها أربعا. واختار هذا القول أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، ويدل عليه حديثان حسنان جيدان باعتبار الإسناد. الحديث الأول حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه أن معاوية رضي الله عنه اجتمع في يوم من الأيام في زمانهم عيد وجمعة، فسأل زيد بن أرقم هل حصل ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال نعم. قال وماذا فعل؟ قال لا، صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة وقال من شاء أن يجمع فليجمع فإنا مجمعون، أو كما قال رضي الله عنه. وهذا دليل صريح صحيح في أنه متى ما اجتمع عيدان في يوم واحد فإن حضور أحدهما يغني عن شهود الآخر إغناء إيجاب، ولكن من أراد أن يشهدها فله ذلك. وكذلك أيضا بإسناد حسن من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم في أنه اجتمع يوم العيد والجمعة على عهده صلى الله عليه وسلم فصلى العيد ثم رخص في الجمعة وقال قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فأكد النبي صلى الله عليه وسلم على قاعدة كنا نرددها سابقا كثيرا، وهي أنه متى ما اجتمع عبادتان من جنس واحد في وقت واحد تداخلتا، فإذا اجتمع عيد الأضحى والجمعة أو عيد الفطر والجمعة فقد اجتمع عبادتان عيد وعيد، فمن شهد أحد العيدين سقط عنه شهود الآخر، فإذا شهد الإنسان صلاة العيد سقط عنه وجوب شهود الجمعة، وإذا لم يشهد صلاة العيد وجب عليه صلاة الجمعة، إلا الإمام الذي يصلي بالجامع فإنه يجب على خطباء المساجد أن يقيموا الجمعة في مساجد الجمعة ليشهدها معهم طائفتان، الطائفة الأولى من لم يشهد صلاة العيد فإنه يجب عليه وجوب عين فرضي شهود الجمعة، والطائفة الثانية من أراد أن يشهدها استحبابا ممن كان قد صلى العيد فليشهدها، وأما من شهد صلاة العيد ولم يرد أن يشهد صلاة الجمعة ذلك اليوم فإن له أن يصلي، فإنه يجب عليه أن يصلي الظهر أربعا. فإن قلت أولا يكتفي بركعتين؟ فأقول لا، فإنها ليست صلاة جمعة في حقه، وإنما هي صلاة ظهر، وصلاة الظهر أربع إجماعا. فإن قلت أولا يصليها في مسجد حيه الذي يصلى فيه الأوقات عادة؟ فأقول لا، ينبغي أن يصلى في المسجد في مثل هذا اليوم، الظهر تصلى في البيت، فالمساجد التي تفتتح في هذا الوقت بخصوصه إنما هي مساجد الجمعة، إنما هي مساجد الجمعة، ولا يؤذن في شيء من مساجد البلد إلا في المساجد إلا في مساجد الجمعة، أعني في هذا الوقت بخصوصه، في هذا الفرض بخصوصه، فليصليها الإنسان ظهراً تامةً في بيته. فإن قلت ويصليها منفرداً أو مع أهله، فأقول متى ما قدر على إيقاعها جماعةً مع أهله فهذا هو المشروع،
فليصليها ظهرا مع أولاده يتقدمهم ويؤمهم، ويصلي من خلفهم النساء نساء البيت. وعلى كل حال فصلاة الظهر في هذا اليوم تكون تامة أربعا، خلافا لمن قال بأنها تكون ركعتين، وكذلك لا تكون في المساجد وإنما تكون في البيوت، والله أعلم.